بنتكلم عن اختيارات رابطة الأندية، حابب بس أقول كده يعني فكرة أوبجيكشن، عندي اعتراض فيما يخص فكرة اختيار ثلاث لاعبين بحد أقصى من كل فريق. أنا فاهم إنك لو اعتمدت على معيارية تصويت الجمهور هنا قد يكون عندك مشكلة كبيرة جدا، وهي إن جمهور الأهلي ممكن تلاقي فجأة التشكيل بتاع الشهر كله من النادي الأهلي. أنا معاك، ولكن فكرة إن يبقى في كوتا حد أقصى لفريق ثلاث لاعبين أنا شايف إن دي شيء غير عادل بالمرة، لأن وارد يكون فعلا أفضل خمس لاعبين مثلا في الجولة من ضمنهم خمس لاعبين من نادي الأهلي، فما تحرمنيش إن يكون موجود. رأيي عشان ما يبقاش الموضوع مجرد اعتراض، لازم يكون في آلية مختلفة للاختيار، بمعنى إن تصويت الجمهور قد يكون له نسبة وعامل، قد يكون رابطة النقاد الرياضيين يتم انتقاء عدد منها زي ما بنشوف في الدوري الإنجليزي ويكون لها حق التصويت، كمان نقدر نشوف مجموعة من المحللين اللي يكونوا اللجنة دي بتشكلهم أو رابطة الأندية بتشكلهم، بحيث يكون الجمهور له نسبة، رابطة النقاد ليها نسبة، المحللين ليهم نسبة، ونشوف في النهاية فريق الأسبوع ما يبقاش بحد أقصى ثلاثة من كل فريق، لأن أنا شايف ده غير عادل بالمرة.